الجديد ديالي هو أغنية سميتها ما بقى لي ما نقول، هي من كلماتي وألحاني وتوزيع بدر مخلوقي، والكليب كان من إخراج هشام جميل. الأغنية قدر نقول لك بأنه كانت من الأغاني اللي كنت كاتبها وملحنها في 2007، وفوالا جا الوقت ديالها وبغينا نتقاسموها مع الناس. اليوم الأغنية المغربية ولات إلى لاحظتي العناوين ولا فيهم دوك لي موكلي ولا ما بقى لي ما نقول، ولا قبل منها كانت ديكلارين بغيك وحالة خاصة، وحتى الإخوان عندهم تما تقريبا عناوين كيشبهوا لهكا. فعلا كتكون عندهم دلالات. ملي كنقول ما بقى لي ما نقول، يمكن حتى لا فيش اللي كنا درنا في الاول كانت كتبان واحد البنيه دايره ليا، ديك كيبان بانه الموضوع فيه غزل وفيه زعما سالات معايا، زعما الجمال ديالها سالة معايا. فوالا هذا هو اللي كاين. بنيه دايره بحال الكره ما فيهاش ثقه، ما تقدرش تكهن بان هذه الاغنيه غتنجح اكثر من الاخرى، ولا مثلا كاين شي ناس اللي كيعجبوهم اغاني درتهم قبل وما كتعجبهمش ديكلارين بغيك، ولكن ديكلارين بغيك عاوتاني بزاف ديال الناس كتعجبهم، خاصه انه في سنف الراي، والراي كنعرفوا حنا كلشي كيسمع على الراي. لكن ما غاديش نبقى محصور وحبيس لون معين، فخاص الاغنيه المغربيه محتاجه للبحث، محتاجه للتفتيش، محتاجه للمغامره، خاص الواحد يقدم ديما كل ما هو جديد وكل ما هو فيه نفس جديد وفيه لمسه جديده. دونك انا بالنسبه لي كل شيء الاعمال اللي كنقدمها راه كنقدمها من قلبي، لكن هذه غتنجح وهذه ما غتنجحش، وهذاك الشيء ديال الله. بالعكس لانه كاينين مشاريع اخرى جايه ان شاء الله بنفس الطريقه ديال ديكلارين بغيك، وان شاء الله نصوروهم ان شاء الله. ما صورتش لها كليب لانه حسيتها ماشي من داك النوع ديال، ما عرفت في الاول حسيت بانها ماشي من داك النوع اللي ممكن تصوره، قلت هي ممكن لانها راي مسوقه راسها براسها، يعني ما محتاجاش نصورها فيديو كليب، ولكن بزاف ديال الناس قالوا لي علاش ما صورتيهاش فيديو كليب. الحمد لله كنظن نجحت بلا فيديو كليب، علاش فكرنا باش هاد الاغنيه هادي اللي جايه موراها تخرج فيديو كليب. بالنسبه لي انا اللي بقيت اوريجينال. علاش؟ كان سبق لي قدمت واحد التجربه سميتها قول لي شكون، ونجحت وعجبات الناس. كانت فيها ايقاع يمكن شبه عراقي هذا، وعجبات الناس لان كانت في هذيك الموجه ديال ديك الوقيته. دابا كنظن الموجه ما بقاتش ديال هادشي اللي كتقولي ديال الخليجي وهذا، الناس بدات لان المغاربه بطبعهم كيملوا دغيا. فانا بالنسبه لي اول ما جيت كنت كنشوف اغنيه مغربيه شي حاجه كيخصني، ما نقدمش اغنيه مغربيه كلاسيكيه، وما خصنيش نقدم اغنيه مغربيه هجينه، وما خصنيش نقدم، يعني كنت حير ما بين هذا. فعليها كنت كنحاول نقدم اغنيه مغربيه بروح شبابيه جديده. ما كانش همي الانتشار في الخليج، عليها ما قدمتش هذاك اللون الغنائي. لكن ملي كتسمعي حاله خاصه راه فريمون حاله خاصه في التركيبه ديالها، وفي هذه ما بقى لي ما نقول، وهادشي اللي بديت كنسمع دابا من صحفيين ومن الاعلاميين وهذا، بانه مختلفه تماما عن كل ما تقدم في الاغنيه المغربيه حاليا. من ديكلارين بغيك كنت اول واحد غنى اغنيه في الجينيراسيون ديالي، غنى اغنيه ديال الراي. الى رجعتي لليوتيوب وشفتي يعني متى تصدرات اغنيه ديكلارين بغيك، كتلقاي اول واحد بدا هاد القضيه هذه. وفوالا الحمد لله. احنا مغاربه وكنموتوا على الراي وكبرنا بالراي، دونك اي واحد كيحس براسو قادر يغني الراي راه غادي يغنيه. بزاف ديال الناس داروا اوماج للفنان عقيل كي دار الشاب حسني، فوالا هذا الاساس هو انه مزيان هذا، مزيان تسخر الاغنيه المغربيه. ما كرهناش حنا نشوفوا فنانين ديال الراي معروفين مغاربه، لانه الاغلبيه يمكن الفنانين اللي حنا كنسمعوا لهم جزائريين، والراي في شمال افريقيا ماذا بيا المغاربه يزيدوا يتوسعوا في هذا اللون حتى هو. العلاقه ديالي مع الفنانين المغاربه ما ماشي يعني بصراحه يعني ما كنتواصلوش مع بعضياتنا ديما، ولكن كاين مجموعه ديال الاصدقاء عندي في الوسط الفني، مجموعه ديال الفنانين اللي هما اصدقائي وكنسولوا على بعضياتنا ديما، وفوالا
بالفنانين الاخرين كنقدروا نتلاقاو في لي زيفينمون نقدروا نتلاقاو في هذا وكنضحكوا هذا ولكن ما كاينش واحد الصداقه وطيده قطعت العلاقه بعد برنامج دو فويس بقات العلاقه ما بين مد وجزر لكن من بعد انقطعت نهائيا مش بانني ما خديتش حقي كنظن بانه حظي اوفر من بزاف ديال الناس لانه يعني على الاقل انا حاضر في البرامج التلفزيه حاضر في يعني الناس كيعرفوني في الشارع انا عندي المعيار هو الشارع يعني منين انا كنمشي في الشارع والناس كيوقفوني وليدات صغار وناس كبار يعني بمختلف الشرائح والاعمار فهذا بالنسبه لي هو النجاح الاكبر كنظن بانه كل حاجه في وقتها يمكن كاينين بعض الناس يلاه بانوا مؤخرا وعندهم حظ اوفر يمكن لكن كنشوف ايضا حظي اوفر من بزاف ديال الناس كنقول للجمهور كيفاش تي في كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم وعلى حسن الاهتمام ديالكم بينا وكنشكر الطاقم ديال كيفاش تي في اللي ديما مرافقنا وديما معنا في كل جديد وسمعوا الجديد ديالي ما بقى لي ما نقول